إذا جينا لسوق السبت حي الوفاء، صديقنا الصغير بدر اللي غادي يسولنا على الأثمنة إن شاء الله. كيف الحال بدر؟ الحمد لله. الحمد لله، أنت اللي تسولنا على الأثمنة إن شاء الله. إن شاء الله. مش معك بورتابل؟ آه. تصور مزيان. باين هذا 100 واقع ياك. يقول لك 100 زيادة يقول لك ماشي تما. هذا واقع مبيوعين هذا. ١٥٠ في اليد بركة. بديش نقول تصورين ديال المقاهي. شو معزة؟ اش السولة صاحبي اش؟ هادو النعجات، هادو النعجات. وداك اللي تمشى الأثمان نار نار يا حبيبي نار. شو رأيك في الأثمان السي بدر؟ نار. شوف هذا عاد دخل إن شاء الله نشريو من رينوس. هذا ديال اسبانيا واقيلا. واقيلا مخلط. لا لا مشيهم مشيهم كني نجي بزاف ثمانين ما يسالوش. شو كي صغير العام اللي فات خدينا ب70 وكبر منه بالتريب ما يمكنش صعيب. البيع بالخطيف الله يسر. ها؟ شنو رايك السي بدر؟ بزاف 68 في هذا. 58 هذا العام بزاف. دابا باش تعرفي راه حاول لي صغير بقى يقول لك 70 80 بزاف. مزاري العسري تربية النواش. أثمان غالية 120 اش اللي سمعت؟ هذا اش اللي سمعت انايا؟ 110 110 هادو مبيوعين هادو. مبيوعين مبيوعين لا
90 قال لك اصلا 110 في الاول قال 110 باقي تفهم معاه حتى هبطوا ليها صور حداه تبارك الله إذن أثمنة مرتفعة جدا ليست في المتناول هذا العام الدرويش ما يشريش مسكين الله أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم ما تنسوا ديما تدعمونا بلايك وتعليق والسلام عليكم ورحمة الله